مفيش ميه طب فيه جنابل، مفيش ميه طب فيه وبال، ينزل على روسكم في الحال، ممكن نشيلكم بكلتكم، ننسف بلدكم ورمتكم لما تقولولنا مفيش ميه. طب مين انتم وايه تاريخكم ومين حميكم وفين جيشكم ومين رميكم بين الوبال؟ مفيش ميه طب فيه جنابل، مفيش ميه طب فيه وبال، ينزل على روسكم في الحال، ممكن نشيلكم بكلتكم، ننسف بلدكم ورمتكم لما تقولولنا مفيش ميه. قوموا بس انضفوا من العفانة، ملكوش منا غير الإهانة، لابسة تيشيرت الأهرامات وماسكة في يد الكوبايات وبتقولي لنا مفيش مية. طيب أبوك السجا مات، طيب تموتي من السكات، مفيش مية طب في جنابل، مفيش مية طب في وبال، ينزل على روسكم في الحال، ممكن نشيلكم بكلتكم، ننسف بلدكم ورمتكم لما تقولولنا مفيش ميه. لو مرة نكست نقطة واحدة من حصتنا، لو زرعة واحدة مرة عطشت من زراعتنا، هنجيب رقبتك انت ورئيسك، وهد فوق راسك سدودك، وسلسلك كده من جيودك. مفيش ميه طب فيه جنابل، مفيش ميه طب فيه وبال، ينزل على روسكم في الحال، ممكن نشيلكم بكلتكم، ننسف بلدكم ورمتكم لما تقولولنا مفيش ميه. ولو حميك الكون بحاله، هنهد حيله ونسقيه وباله، مش معنى اننا صابرين عليكم، معناه تقولوا برد تقلوا بردك أدبكم. يا سفلة لو قمنا عليكم في لحظة واحدة هنجيب رقبكم، مفيش مية طب فيه جنابل، مفيش مية طب فيه وبال، ينزل على روسكم في الحال، ممكن نشيلكم بكلتكم، ننسف بلدكم ورمتكم لما تقولولنا مفيش مية. مش معنى اننا صابرين عليكم معناه تقلوا برضك ادبكم، يا سفلة لو قمنا عليكم في لحظة واحدة هنجيب رقابكم، يا وسخة لو قمنا عليكم في ثانية واحدة هنسد بابكم، فبلاش غباوة كده وبهداوة تسد فمك، دهية تلمك وبلاش شجاوة غمة تغمك، ولا يقولك قبر يلمك. مفيش مية طيب في جنابل، مفيش ميه طب في وبال، ينزل على روسكم في الحال، ممكن نشيلكم بكلتكم، ننسف بلدكم ورمتكم لما تقولولنا مفيش ميه. طب مين انتم وايه تاريخكم ومين حميكم وفين جيشكم ومين رميكم بين الوبال؟ قوموا بس انضفوا من العفانة، ملكوش منا غير الاهانة، لابسة تيشيرت الاهرامات وماسكة في يد الكوبايات وبتقولي لنا مفيش مي. طيب ابوك السجا مات، طب تموتي من سكات، لو مرة نكسر نقطة واحدة من حصتنا، لو زرعة واحدة مرة عطشت من زراعتنا، انا اجيب رقبتك انت ورئيسك، وهد فوق راسك سدودك، وسلسلك كده من جيودك، ولو حميك الكون بحال، وهنهد حيل ونسقيه وباله، مش معنى اننا صابرين عليكم معناه تقلوا برضك ادبكم، يا سفلة لو قمنا عليكم في لحظة واحدة هنجيب رقبكم، يا وسخة لو قمنا عليكم في ثانية واحدة هنسد بابكم، فبلاش غباوة كده وبهداوة تسد فمك، داهية تلمك وبلاش شجاوة غمة تغمك، ولا اقولك قبر يلمك. شعر واداء محمد عبد القوي حسن. هذه القصيدة أهديها إلى سيدة ناقصة عقل، قد تكون مجنونة بمعنى الحقيقي، سيدة امرأة أثيوبية ظهرت في إحدى الفيديوهات
لابسه تيشيرت عليه الاهرامات وماسكه في ايدها كوبايتين ميه، بتقول لك مفيش ميه للمصريين. الست دي مره هبيله وما تعرفش مصر مين، ما تعرفش هي مصر مين، واحنا يعني مش من البلاد اللي بتطل للصغار، يعني احنا ناس كبار مش بننساق ورا اي كلام فاضي. احنا لنا جيشنا ولنا قراراتنا ولنا رئيسنا المحترم العظيم بطل الفتاح السيسي، الرجل المحترم اللي هو بياخد قرارات حكيمة في الوقت المناسب. ولكن كان هذا ردي على هذه السيدة المجنونة. وطبعا المصريين معروفين ان احنا ما بنقدرش ده ابدا، ما بنحبش نظلم حد، ما بنحبش نجور على حد، ما بنحبش ناخد حاجه حد، احنا دايما بندافع عن الحقوق، دايما اللي بيعتدي علينا بنرد عليه رد جامد. بس يعني احنا مش دعاه حرب، احنا دعاه سلام، دعاه امن، دعاه استقرار، ولنا مكانتنا على المجتمع الدولي والعالمي. يعني مش بننساق، احنا نقف جنب المظلومين ونحارب الظلم زي المجنون اللي في ليبيا ده، نعلمه الادب اللي هو اردوغان الكلب. اي حد بيحس هي اثيوبيا لو محتاجه حمايه احنا برضو نحميها، لان اثيوبيا دي مفيش حاجه اسمها اثيوبيا اساسا، لان احنا ممكن نمحيها من على الخريطه نهائيا. فاحنا صابرين ودينا ماشيين ونشوف الامور تمشي على يعني. تحياتي ليكم.